حرص ان احنا نعرضها. السيدات بقى جايين المره دي في مصر تستطيع اتنين بالتاء المربوطه علشان يخدموا بلدهم. احنا عندنا زي ما شفتوا حضراتكم ناس متخصصه في الاقتصاد، ناس متخصصه عسكريا، ناس في مجال التنميه البشريه على هامش هذا المؤتمر. وزاره الهجره بتنظم زيارات مع الوزراء المعنيين عشان نشوف سبل التعاون. انا امبارح كنت مع كابتن منى شندي في اسكندريه، زرنا مع قائد القوات البحريه الوحدات البحريه في راس التين، وان شاء الله هيكون في تعاون ما بين البحريه الاستراليه والبحريه المصريه. بنروج ايضا للسياحه مع هؤلاء السيدات، امبارح عملنا لهم زياره لمجمع الاديان. غير كده كل اللقاءات مع الوزراء المعنيين، يعني ليلى بانس والنائبه البرلمانيه عزه علي بتقابل وزيره الاستثمار عشان جلب استثمار استرالي لمصر. عندنا المتخصصين من الولايات المتحده في التنميه البشريه ايضا بيقابلوا المتخصصين في مصر. ايضا بشجع منظمات المجتمع المدني، فايضا بنعمل لهم زيارات ميدانيه لمستشفى بوريش، لمشروع الغارمات التابع لمؤسسه مصر الخير، وايضا زيارات لمستشفى 57، لان هم دول السيدات اللي يقدروا يتكلموا في الخارج عن مصر ويقدروا ان هم يحشدوا طاقات اكثر واكثر لخدمه الوطن. طيب سياده الوزيره، يعني ازاي ممكن المؤتمر يبقى ليه اليات ثقيله على المدى الطويل، ما يبقاش بس مجرد مؤتمر وبنسمع قصص وينتهي؟ لا، احنا ما بنسمعش قصص، احنا بنشوف نتائج، وده اللي احنا شفناه النهارده في حفل الافتتاح بنتائج مصر تستطيع واحد. والحقيقه انا فخوره بكل النتائج بتاعته، وده اللي دفعني لمصر تستطيع اثنين. بس كنت متخيله ان انا هنعمله في ديسمبر المقبل، انما باعلان السيد الرئيس انه عام 2017 عام المراه، نظمت وزاره الهجره قبل انتهاء هذا العام مؤتمر للمراه المهاجره، لانه دور المراه المهاجره يمكن ما كناش يعني بنسلط الضوء عليه او ما كناش بنشجعهم ومحتاجين هم دعمنا. علشان كده كل سيدة جاية بملفاتها وجاية جاهزة ان هي تشتغل لصالح الوطن. مع الوزيرة فيما يتعلق